سآتيكم بمثال آخر من أولئك الذين صنعوا هذه الضجة التافهة السخيفة. يتسابقون، أتحدث عن المعممين، لكي يضحكوا على الشيعة ولكي يوجدوا لهم سوقا بين حمير الشيعة ممن يتابعونهم ويحضرون مجالسهم. المثال الذي أريد أن أشير إليه علي الطالقاني. رجاء اعرضوا لنا جانبا من اعتراضه على حفلة محمد رمضان. نتفاجأ يجي واحد أو اثنين يقيمون حفلات ويدعون مطربين من دول أخرى إلى الحضور إلى العراق لتحويل بغداد إلى ساحة إلى الخلاعة والمجون. هذا مو تقدم ولا هذه ثقافة، هذه سخافة. ويجب أن يتصدى الجميع، يجب أن لا تمر مرور الكرام. صح لو لا؟ حول لي الكاميرا على الجمهور. هل تؤيدون أن تكون بغداد محلا للطرب والرقص والخلاعة والمجون؟ كل هذا الضجيج كله كذب في كذب، كضجيج المالكي وضجيج جعفر الإبراهيمي وضجيج رحيم الطويرجاوي وهذا علي الطالقاني. رقم آخر من أرقام هذا الضجيج التافه. أنا أسأل علي الطالقاني، هو مسوي هولندا خري مري، ليش ما تحدثت ولو من بعيد عن فضائح مؤسسة الكوثر وأنت كل الزين تدري بفضائح هذه المؤسسة؟ ليش ما تحدثت؟ مثل ما قلت لك أنت مسوي هولندا خري مري والجماعة اللي تروح يمهم عارفين القضية بكل تفاصيلها، فأنا أعرفهم شخصيا. الجماعة اللي تروح يمهم أنا أعرفهم شخصيا وأدري أدري بيهم يدرون بالقضية وتفاصيلها. الغيرة على بغداد، ما قيمة بغداد؟ أم أن الغيرة تكون على الزهراء؟ لماذا لم ينطلق لسانك ولو بجملة أو جملتين عن فضائح مؤسسة الكوثر في هولندا؟ ومثل ما قلت لك أنت مسوي هولندا خري مري. دعني أفترض أنك ما سمعت بفضائح مؤسسة الكوثر السيستانية. التوقيع على الأدبار في حرم الحسين ما سمعت به أيضا، لماذا لم ينطلق لسانك مستنكرا هذه الفضيحة؟ سأعود إليها، سأعود إليها، ولكنني سألت هذا السؤال الآن ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. أنا لست بصدد مناقشة هؤلاء، هؤلاء الجهال ليسوا أهلا للنقاش، هؤلاء معبؤون بالثقافة البترية
المرجئية المرجعية، إنما أريد أن أكشف لكم أكاذيبهم. هؤلاء ما هم حسينيون، الحسينيون أحرار. هؤلاء يضحكون عليكم، لو كانوا أحرارا لنطقوا وهم يعلمون بفضائح مؤسسة الكوثر السيستانية. إن لم يكونوا عالمين بذلك، هم عالمون قطعا بفضيحة مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي في حرم الحسين، وقبال شباك الحسين، قبال شباك الحسين، وفي مكتب المرجعية السيستانية. لماذا لم تنطلق ألسنتكم؟ أتحدث عن المالكي، أتحدث عن جعفر الإبراهيمي، أتحدث عن رحيم الطويرجاوي، أتحدث عن علي الطالقاني. لماذا بلعتم ألسنتكم؟ لماذا بقيتم شياطين خرس؟ لأنكم لا تعبؤون بالدين، أنتم تبحثون عن الدنيا، لا علاقة لكم بالدين، تبحثون عن مصالحكم الدنيوية، فوجدتم مصلحة لكم في إثارة هذا الضجيج الذي لا تخسرون فيه شيئا ضد حفلة محمد رمضان، لأن محمد رمضان لا يستطيع أن يفعل لكم شيئا. تضحكون على هؤلاء الشيعة الحمير الذين ينصتون إليكم. أنا لا أريد أن أناقشكم لأنني لا أراكم أهلا للنقاش، أتحدث عن الجميع ليس عن شخص واحد. أنا أريد أن أكشف دجلكم وكذبكم لهؤلاء الحمير الذين يتابعونكم ويصدقونكم ويهللون لكم. رجاء أعيد بث الفيديو كي ينصت المشاهدون إلى غيرة هذا الرجل على بغداد. نتفاجأ يجي واحد أو واثنين يقيمون حفلات ويدعون مطربين من دول أخرى إلى الحضور إلى العراق لتحويل بغداد إلى ساحة إلى الخلاعة والمجون. هذا مو تقدم ولا هذه ثقافة، هذه سخافة. ويجب أن يتصدى الجميع، يجب أن لا تمر مرور الكرام. صح لو لا؟ حول الكاميرا على الجمهور، هل تؤيدون أن تكون بغداد محلا للطرب والرقص والخلاعة والمجون؟ وهذا جزء من الضحك على الذقون، حول الكاميرا على الجمهور، هذا جزء من برنامج الضحك على الذقون. هذا الطالقاني نفسه في ندوة جامعية في جامعة الكوفة، أنا لا أريد أن أعلق ولكنكم أخاطب العراقيين الذين يعرفون واقع الجامعات العراقية وما ينتشر فيها من الفساد، وخصوصا في أجواء الملتحين وفي أجواء المحجبات. والذي يثير الفساد في هذه الأجواء هم أتباع الأحزاب الدينية الشيعية القطبية القذرة،
وكذلك من هم من أتباع المرجعية السيستانية، من المسؤولين في الجامعات أو من الأساتذة والتدريسيين. على أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام، وإنما سأعرض لكم الفيديو وأنتم دققوا في كلام الطالقاني. وقد اعترض عليه أحد الأساتذة، والطالقاني كان مستمرا في كلامه من أن ما ذكره ليس خاصا بجامعة الكوفة، وإنما ما ذكره من مديح للجامعات بشكل عام، لجامعة الكوفة التي كان يتحدث فيها ولسائر الجامعات العراقية، من الجامعات الحكومية أو من الجامعات الأهلية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. الله يرحمكم. أنا بداية أود أن أؤكد للجميع دكتور ولحضرتكم أنه لم أرى أي لباس فاحش أبدا في جامعتكم الموقرة وغيرها من الجامعات العراقية. يعني عفوا، هي وجهة نظرك كإنسان، هي وجهة نظرك، إيه فهمك هذا؟ أنت فهمي لست مخولا أن تتكلم عن الفوزة. هل أنت وكيل مرجع؟ من الحوزة؟ هل تمتلك مستندا تحريريا؟ أبرزه الآن أمام الجمهور. وجهة نظرك دكتور. أنت أخذت حقك كإنسان وتكلمني، الآن تسمح لي أنا كإنسان أجاوب. سألت عن دور المرجعية الدينية العليا. تؤمن المرجعية تماما بحرية الإنسان، ولا تؤمن أبدا بفرض الوصايا عليه. بالتالي نحن نقدم للمجتمع النصيحة من الثوابت القرآنية، ويبقى القرار للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثانيا دكتور، يعني أؤكد للجميع أنه لم أجد أي لباس فاحش، بل وجدت طلبة في قمة الخلق والانضباط. فتحية للطلبة العراقيين. أنا لن أعلق على ما تحدث به الطالقاني، لكنكم تعرفون واقع الجامعات، وتعرفون ماذا يجري في أجوائها على جميع المستويات، ولا أريد أن أتوغل في هذا الموضوع، لأنني لا أريد أن أنتقد الجامعات، لا شأن لي بها. وطلاب الجامعات أكانوا من الشباب أم من الشابات، هم أحرار، هم يعرفون، يختارون الطريق الذي يسيرون فيه. أنا هنا أحدثكم عن أكاذيب هؤلاء المعممين، لا أحدثكم عن شؤون الجامعات، لا شأن لي بها، وإنما أقول لكم هؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة لأجل أن يحققوا لهم مكانا فيما بين الناس، كي يرضى عنهم الجامعيون مثلا. هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، لا علاقة لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا علاقة لهم بإحياء أمر محمد وآل محمد،
صلوات الله عليهم. أنا لا أتحدث بشكل خاص عن الطالقاني هذا، وإنما عن الجميع. وجئت بالطالقاني مثالا، مثلما جئت بالذين جئت بهم كأمثلة في الحلقة الماضية. أنا لا أريد أن أطيل عليكم في الحديث، فعندي الكثير من المطالب في هذه الحلقة. سأنقل لكم بعضا مما يجري في الجامعات العراقية، ولن نرفع الأصوات، لن تكون الفيديوهات على الطريقة السيستانية، وإنما سننقل لكم الفيديوهات بالصوت والصورة لكي تطلعوا على الذي يجري في أجواء الجامعات العراقية، وكي تعرفوا عن أي شيء هؤلاء، أتحدث عن المعممين، عن أي شيء يتحدثون وكيف يضحكون عليكم. حفلة تخرج لكلية الطب والصيدلة في جامعة النهرين العراقية، والتاريخ 30/5/2021 في يوم الاثنين. اعرضوا لنا الفيديو الأول، ستلاحظون الطلاب وتلاحظون الطالبات، وكأننا في فيلم هندي. مجاميع من الطلاب يتراقصون، وفي مواجهتهم مجاميع من البنات يتراقصن، والمحجبات قبل السافرات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. أنا ما أدري، هذه حفلة كلية طب وصيدلة أو حفلة كاولية، على أي حال هذا الأمر راجع إليكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني، وهو من نفس هذه الحفلة.
اختلط الأمر علي، لا أدري هل هذا فيديو كلية الطب والصيدلة في جامعة النهرين العراقية أم هو فيديو مؤسسة الكوثر السيستانية في لاهاي في هولندا. اختلط الأمر علي. نذهب إلى فيديو ثالث، حفلة تخرج في كلية الإسراء الجامعة سنة 2020 في بغداد. شباب وشابات يريدون أن يفرحوا، يريدون أن يغنوا ويرقصوا، هم أحرار. أنا لا أريد أن أعلق على أفعالهم بقدر ما أريد أن أضع يدي على ما يجري في الواقع الشيعي العراقي وفي الواقع العراقي عموماً، في الأجواء الشيعية وفي الأجواء السنية. نحن في الهوى سوا، لكنني لا ألوم هؤلاء، وإنما أقول هذه من تلك. إذا كانت مؤسسات المرجعية السيستانية التي تحكم العراق مؤسسات فاسدة، رجاء أعيد بث فيديو الحفلة التركية الراقصة في مؤسسة الكوثر السيستانية في مدينة لاهاي في هولندا، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا
بين هذه الحفلات في الجامعات العراقية وبين الحفلات في مؤسسة الكوثر السيستانية. أنا أقول للطالقاني وللبقية الذين مر ذكرهم في الحلقة الماضية، لماذا لم تعترضوا على حفلات الرقص والمجون هذه؟ لماذا بلعتم ألسنتكم؟ هذا هو الذي أريد أن أثبته لكم، من أن المعممين هؤلاء كذابون دجالون سفلة، هذا هو واقعهم. وأتحدث عن جميع المعممين، أتحدث عن عمائم المراجع وعن عمائم أولادهم وأصهارهم وحواشيهم وعن عمائم وكلائهم وخطبائهم على المنابر وعن عمائم تلامذتهم، أتحدث عن كل العمائم. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. نذهب إلى فاصل.